تعالوا بقى نتكلم عن موضوع ملح جدا وفي منتهى الأهمية الحقيقة. هنتكلم مع حضراتكم عن أزمة منتخب الشباب اللي بقالها أكتر من 48 ساعة حتى اللحظة. طبعا كلنا تابعنا اللي حصل بعد ما عرفنا بإصابة 14 لاعب إلى جانب كابتن ربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا. طبعا هي البطولة المؤهلة لأمم إفريقيا بموريتانيا 2021. طبعا لما الكلام ده حصل كان السؤال المنطقي والبديهي، طيب المدير الإداري فين؟ قال لك ما جاش. طيب رئيس البعثة فين؟ قال لك معلش اتأخر على السفر. طبعا نتج عن ده مليون علامة استفهام يعني وتعجب، وكأن المنتخب ده مش منتخب مصر، كأن المنتخب ده مش تبعنا. ده كلام فعلا حصل وغريب. خليني برضو أضيف هنا، امبارح كمان اللعيبة خليني أقول لحضراتكم راحت ملعب المباراة عشان تواجه ليبيا. طبعا العدد اللي راح دون الحد الأدنى اللي محدده الكاف في حالة وجود إصابات بكورونا اللي هو مفروض 11 لاعب أساسي و4 احتياطي، كان وقتها بقى إن القرار من الكاف اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحب أمام منتخب ليبيا. طيب السؤال هنا برضو يعني هو فين روح القانون؟ فكرة هنا برضو أين إدارة الأزمة من قبل الاتحاد المصري عشان يقدر إن هو يتفاوض أصلا مع الكاف للتأجيل؟ إحنا بنتكلم هنا إن إحنا عندنا عذر قهري، يعني ما كانوش مثلا نايمين أو مثلا طيارة فاتتهم أو مثلا سهروا بالليل فتعبانين، لا ده عذر قهري. كل اللي احنا عملناه ان اتحاد الكوره هنا كالعاده لجأ بقى للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم برضو ابن سياده الوزير لاعب في صفوف منتخب الشباب اللي هو مصطفى اشرف. استطاع هنا بقى سياده الوزير توفير طائره خاصه مجهزه طبيا عشان ترجع البعثه، لكن اعتقد ان اللعيبه او يعني اللي احنا شفناه ان اللعيبه كان ليهم راي تاني. اول ما عرفوا اعترضوا وقالوا حرام، ده مجهود سنين استعدادات ومعسكرات وحلم جيل كامل ازاي ينتهي بالسهوله دي، ورفضوا ان هم يرجعوا وقالوا ابعتوا لنا لاعبين نكمل القايمه ونلعب المباريات المتبقيه. يعني كمان عايزين نقول ان يعني للي من حضراتكم مش متابع، يعني كابتن ربيع ياسين بقاله 3 سنين تقريبا بالمعنى الحرفي للجمله يعني كان بينحط في الصخر هو واللعيبه اللي معاه، كانوا بيلعبوا مباريات وديه كتيره جدا مع مراكز شباب ومع فرق من الدرجه الثانيه ومع فرق من الدرجه الثالثه، كل ده عشان يجهز اللعيبه بتوعه. دول نوال المنتخب الاولمبي، دول نوال المنتخب الاول مستقبلا. واللي حصل كاننا بنقول لهم كده بشكل ضمني، يلا يا شباب مش مشكله لما حلمكم يضيع، ما تكبروش الموضوع. طبعا اللعيبه عملت مسحه طبيه جديده خلال الساعات الماضيه واثبتت استمرار اصابه 14 لاعب بفيروس كورونا، وتم استدعاء احمد حسام ومصطفى ميسي، ومن المنتظر وصولهم النهارده ان شاء الله لينضموا لشباب الفراعنه استعدادا لخوض مباراه تونس يوم الجمعه اللي جاي. لكن وزير الشباب والرياضه اكد ان كل الاحتمالات وارده، حتى الآن لم تتضح الأمور بشكل نهائي سواء إذا كان الفريق هيرجع ولا هيكمل بناء على اللوائح الخاصة بالكاف. طبعا اللعيبة لما يعني هديوا نسبيا وحسوا أن الأزمة دي يعني قدرية، يعني قضاء وقدر مش وحاجة غير متوقعة بالمرة، سواء من حيث المبدأ ولا من حيث الملابسات والظروف، يعني على كل الأحوال هم عملوا فيديو. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا الفيديو ونرجع نكمل كلام. في الأول طبعا احنا عايزين نشكر الوزارة عشان خايفة علينا، بس ده حلم جيل كامل ومستقبل جيل، واحنا عايزين نعمل اقصى ما عندنا ان احنا نوصل، واحنا طالما موجودين هنا هنكمل ان شاء الله ومش هنرجع غير بالبطولة. انا اللاعب احمد عيد وان شاء الله مكملين في البطولة وان شاء الله هنكسب الثلاث ماتشات اللي جايين دول عشان نفرح زمايلنا المصابين ونفرح مصر. انا جاي اتفرج لاعب النادي المصري ومنتخب مصر، احنا جاهزين لاي حاجه ان شاء الله ومستعدين ان احنا نكمل البطوله باذن الله، واهم حاجه طبعا سلامتنا وسلامه الناس اللي معانا هنا كلنا، وان شاء الله هنقدر نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اللاعب عربي بدر منتخب مصر، ان شاء الله نلعب البطوله علشان نكسب ان شاء الله واصحابنا ان شاء الله المصابين نفرحهم ونقدر ناخد البطوله ونصعد ان شاء الله. أنا لاعب رشاد المتولي لاعب بتروجيت ومنتخب الشباب، إن شاء الله نصعد البطولة بإذن الله ونفرح زملائنا المصابين بإذن الله. طبعا مجيد لاعب الزمالك ومنتخب مصر، احنا قلنا احنا مش هنرجع واحنا عايزين نفرح زملائنا اللي فوق المصابين، نفرح كابتن ربيع طبعا، نفرح الشعب المصري كله، عايزين نصعد وعايزين نكمل في البطولة ديت وبإذن الله ربنا يكرمنا ونفرح الناس، مش عايزين الناس تفرح. طبعا احنا كان نفسنا نلعب البطوله عشان الجهاز الفني اللي تعب معانا واللعيبه كلها، لكن لو ما حصلش نصيب احنا بنشكر اتحاد الكوره وبنشكر سعاده الوزير على كل حاجه عملوها كويسه لينا، وان هم يبعتوا لنا طياره مخصوص عشان اللعيبه ترجع، فكل الشكر ليكم سواء لعبنا او ربنا ما ردش ان احنا نلعب،
فالحمد لله على كل حال يعني. واحنا جاهزين لو في اي حاجه نلعب جاهزين، ما نلعبش يبقى ده ربنا اللي عايز كده، واحنا ما عندناش اي مشكله. وكل الشكر لسعاده الوزير والاتحاد الكره على اللي عملوه ان احنا نرجع بطياره مخصوص للعيبه، فكل الشكر ليهم يعني. خلينا نقول ان احنا مقدرين جدا ومتفاهمين الوضع اللي اللعيبه فيه يعني، ده كده بدايه. لكن لو هنتكلم على الشق الثاني او الصعيد الاخر، انا عايز اقول ان اللي حصل ده سواء كان بقى نتيجه اهمال هنا هنتكلم او قضاء وقدر، هو كارثه بكل المعاني يعني ما فيهوش تفسير ثاني. المقاييس هنا اللي احنا بنقول ان كل دول العالم مفروض السعي للنهضه في كره القدم، البدايه بتكون من عند منتخب الشباب يعني، دي حاجه بديهيه. هضرب لحضراتكم برده مثل كده، عندنا في مصر بسبب نجاح منتخب 2006 تحديدا اللي حقق وقتها الثلاثيه الافريقيه العظيمه، كانت 2006 و2008 و2010 كان معظم نجومه من منتخب الشباب بتاع جيل تحديدا 2003. ده وقتها برضو اللي ضم كان متعب، عمرو زكي، احمد فتحي، حسني عبد ربه، عشان وقتها كمان احنا اهتمينا بالجيل ده. كان في 2003 مع كابتن حسن شحاته كانت ثمره النجاح، ومثال كمان ثلاثيه افريقيه تاريخيه. تاني كان مع جيل كابتن هنا كريم ضياء السيد، ده كان عام 2011. عندنا محمد صلاح، عمر جابر، محمد النني، احمد حجازي، وتالقهم في كاس العالم في كولومبيا، وبعد كده كمل كابتن هاني رمزي لو احنا كلنا فاكرين طبعا في اولمبياد لندن كانت 2012. يعني النتيجه اننا نجحنا في الوصول لنهائيات كاس العالم في روسيا كمان 2018. كل ده ليه؟ لان احنا اهتمينا بهذا القطاع. فاللي بيحصل ده اعتقد ما يعني كارثه بكل المقاييس، وما اعتقدش ان في حد يعني يقبله. يعني يثير الكثير والكثير من علامات التعجب وكمان علامات الاستفهام، أسئلة كده معلقة بدون إجابات على الأقل لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مع حضراتكم. طبعا من ضمن الأسئلة دي طبعا يعني بنتوجه بيها أكيد لكل من هو مسؤول عن منتخب الشباب، طبعا أعني بهذا الكلام اللجنة المشكلة لإدارة لإدارة منتخب الشباب لكرة القدم. يعني أسئلة كتير يعني، من ضمنها إزاي يا فندم البعثة تكون موجودة هناك من غير كل الإجراءات الطبية السليمة؟ بأي منطق يعني أسيب كل الأمور تدار؟ مش عارف يعني، هل الأمور بتدار بالصدفة ولا بتنسيق مسبق؟ الكرة المصرية الحقيقة من نجاح جيل كامل اتحرمت منه بتحقيق حلمه بأن هو يلعب في كأس العالم. طبعا بطولة أفريقيا اللي تقام في موريتانيا في شهر فبراير هي البطولة المؤهلة لكأس العالم، يعني عدم المشاركة فيها معناه بالتبعية عدم التأهل لكأس العالم. يعني مين المسؤول عن ده؟ مين المسؤول عن ضياع وحرمان جيل كامل من حلم اشتغلوا عليه سنة واثنين وثلاثة، وزي ما كنت بقول لكم من شوية نحتوا في الصخر عشان يوصلوا للمرحلة اللي هم فيها حاليا؟ يعني مين المسؤول عن حرمان أسامة فيصل، عربي بدر، أحمد عيد، مصطفى أشرف، وطبعا غيرهم من اللعيبة؟ إزاي نحرم جيل كامل من حلم تمثيل بلدهم في كأس العالم زي ما حصل مع متعب في 2003 وصلاح في 2011 زي ما كنا بنحكي من شوية؟ والله كلها أسئلة أعتقد إحنا نفسنا يعني أو نفسنا نسمع إجابة عليها. وكمان لو أنا هضيف على كلامك يا كريم، هنقول منين الدولة هنا بنتكلم إن هي موفرة كل حاجة علشان ننجح في كل المجالات، وبصراحة ده على أرض الواقع موجود. وهنختص كمان هنا الرياضة، وشفنا ده باستضافتنا لأمم أفريقيا للكبار وأمم أفريقيا تحت 23 سنة بتنظيم أبهر القارة يعني أبهر وقتها القارة كلها. وأنت حضرتك برضو هنا كمسؤول في لسه تقصير، بنتكلم إن الموضوع مش ماشي بالشكل المحترف اللي المفروض يمشي عليه. اللي حصل للأسف الشديد هو أمر عبثي، نتمنى يكون فيه يعني تحقيق لكشف هنا ملابسات الإهمال عقب اتخاذ هنا القرار الأخير بقى بشأن استمرار المشاركة في البطولة من عدمه.